كملين الفحص الكيميائي للبول، اتكلمنا عن الكثافة النوعية والبي اتش، اتكلمنا عن الاستريسيز والنيترايت، اتكلمنا عن خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين والمايوجلوبين، اتكلمنا عن السكر، اتكلمنا عن الكيتونز. دلوقتي هنتكلم عن البروتين، يلا بينا. البروتين ومسمياته في الريبورت بروتين او ألبومين اللي هو الزلال. ركز معايا، ده الدم بتاعنا فيه بروتينات زي الألبومين والجلوبيولين، مجموعهم كله اسمه توتال بروتينز، البروتينات الكلية. انسى الجلوبيولين ده وتعالى نركز مع الألبومين ده. الألبومين يا صديقي شحنته سالبة، وجدار مرشحات الكلى اللي هو الجلوميرولار بيزمنت ميمبرين شحنته سالبة. اوبا، فيجي الألبيومين معدي من الكلى وعايز ينزل في البول، الكلى تقول له ارجع ياض، ده انت سالب وانا سالب، انا مش بطيئك. وعلشان كده الطبيعي ان ملاقيش ألبيومين ولا بروتين في البول. بس حتة مني ليه كده؟ الألبيومين ده صديقي إما حجمه كبير ماكرو مولكيولز بيسموه ماكرو ألبيومين، وده الكلى بترجعه للدم تاني على طول، أو الألبيومين ده صغنطوط في حجمه كده مايكرو مولكيولز بيسموه مايكرو ألبيومين، وده بيعدي من مرشحات الكلى لأن وزنه الجزئي صغير، لكن برضه الكلى بترجعه تاني للدم. يعني الحجمين والنوعين في الدم مش بينزلوا في البول الا يعني حاجة بسيطة قوي من المايكرو ألبيومين، ونقدر نقول نسبة بسيطة من التوتال بروتينز بتنزل في البول. طيب لو الكلى تعبت وفي بداية تعب الكلى يبدأ المايكرو ألبيومين ينزل البول وبنسميها مايكرو ألبيومينيوريا. طيب لو الكلى بقى تعبت بقى وزاد تعبها، ده الألبيومين اللي حجمه كبير هينزل وبنسميه ماكرو ألبيومينيوريا، والاثنين اسمهم ألبيومينيوريا، ووجود البروتين بشكل عام في البول اسمه بروتينيوريا. طيب تعال لي بقى اقول لك اسباب نزول البروتين في البول البروتينيوريز، قسمها في دماغك في اسباب قبل كلى، اسباب كلويه، اسباب بعد كلويه. نيجي للاسباب اللي قبل كلويه البريرينال بروتينيوريز، اشهر اسبابها اسمه اورثوستاتيك بروتينيوريا، في عندي زياده في البروتينات اللي وزنها الجزيئي صغير وقليل في الدم فاكيد هتنزل في البول، وده التفسير المنطقي للي بيحصل بعد الانتقال من وضع لاخر او بعد مجهود عضلي عنيف مثلا، وما تقلقش دي حاجه مؤقته وبنشوفها مع الشباب كتير. او الشخص ده عنده حمى او مشكله في القلب او ضمور عصبي او شد انفعالي او عنده مشكله في الدم او اصابه في العضلات بتاعته، وبنشوفها مع الحمل وارتفاع الضغط والميلومة، كل دي أسباب قبل كلى. نيجي للأسباب الكلوية، يعني في مشاكل في الكلى ودي أغلبها مستمرة معايا، يعني كل عينة بول هلاقي فيها بروتين. هنا تركيز البروتينات تجاوز 250 ميلي جرام على ديسيليتر في البول، ممكن يكون بسبب التهاب نفرونات ومرشحات الكلى، وده ممكن تلاقي معاه خلايا دم في البول مايكرو هيماتيورية. اما لو تركيز البروتينات تجاوز 300 ميلي جرام على ديسيليتر في البول فممكن تكون نيفروتيك سيندروم. وفي عندي اسباب بعد كلويه بوسترينال، اي امراض التهابيه بقى، عندي التهاب في المثانه، التهاب في البروستاتا، نزيف في المجاري البوليه. على مر العصور يا صديقي دايما كنا هنلاقي روابط وصلات ما بين حاجتين، قيس وليلى، عنتر وعبله، الزلال والحمل. بروتينيوريا ان بريجنانسي، طبعا بنكشف عن الزلال والبروتين في فحص البول الروتيني العادي، بس ممكن تلاقي طبيب النساء يطلب من السيده الحامل زلال في البول بس ويكتبها لك واضحه ألبيومين ان يورين. بص يا صديقي، عند الاشخاص الطبيعيين هنلاقي معدل البروتينيوريا بيتراوح ما بين 50 ل 150 ملي جرام في اليوم، مع الحمل وبصوره طبيعيه ممكن يوصل الرقم ده للضعف، يعني 300 ملي جرام في اليوم، بس لو زاد عن كده هنا غير طبيعي في اي وقت خلال اشهر الحمل. لو في بروتين في البول قبل الحمل او قبل 5 شهور في الحمل ممكن يكون مؤشر لتعب الكلى، اما وجود البروتين في البول بعد 5 شهور من الحمل ده من اهم علامات ما قبل تسمم الحمل. طيب هو ليه الست الحامل بينزل لها بروتين في البول؟ والله لو الست الحامل دي حامل في 5 شهور او اقل
هنا ممكن تكون كرونيك بروتينيوريا، فهنا غالبا لسبب مش متعلق بالحمل، ممكن بسبب التهابات مجاري بولية أو توتر وقلق أو جفاف أو حمى أو مشاكل قلب أو تعب الكلى. لكن لو الست الحامل دي في 5 شهور وطالع، 6 شهور، 7 شهور، 8 شهور، 9 شهور، دي اسمها جستيشنال بروتينيوريا، ممكن بسبب هرمونات الحمل بتعمل ارتخاء بسيط في عضلات الجهاز البولي، فالبول يبقى أبطأ في الحركة وده يعمل التهابات تنزل بروتين، وبرضو ارتفاع ضغط الأوعية الدموية بينزل بروتين، وغير كده حاجز الكلى بيضعف فبيحصل تسرب للبروتين وأحيانا تسرب للسكر كمان في البول. حلو قوي، تعال بقى اقول لك طرق الكشف عن البروتين والالبيومين في البول. انا اعرف منهم 3 طرق، الطريقه الاولى وهي طريقه الشريط، الطريقه الثانيه وهي طريقه التسخين، الطريقه الثالثه وهي طريقه السلفوسلسليك. تعال اقول لك طريقه الكشف عن البروتين او الالبيومين في البول باستخدام الدبستيك الشريط. هنجيب العينه بتاعتنا، نعمل لها ميكس كويس ونغمس الشريط فيها ثانيه ونطلع وننتظر ونقرا النتيجه. الطريقة اسمها Protein Error of Indicator Dyes. التفاعل كالآتي: مادة التترا برومو بلو ديت اللي وسطها حمضي جدا، ده البي اتش بتاعتها 3 واللي معاها ايونات هيدروجين كتير، لما تتحد مع البروتين بينتج لون اخضر وتتحرر ايونات الهيدروجين. بنقرأ النتيجة خلال دقيقة. التقديرات كالآتي: اول حاجة ده نل، مفيش، وده لونه اصفر يعني سلبي، يعني البروتين مفيش. اول ايجابي وهو التريس لونه اخضر فاتح، يعني في نسبة تقريبا اقل من 30 ميلي جرام اتسليتر. الايجابي اللي بعد كده وهو بوزيتيف بلس 1 لونه اخضر، يعني في تركيز بروتين تقريبا 30 ميلي جرام اتسليتر. الايجابي اللي بعد كده بوزيتيف بلس 2 لونه اخضر غامق، يعني في تركيز تقريبا 100 ميلي جرام اتسليتر. الايجابي الاخير وهو بوزيتيف بلس 3 لونه اخضر غامق جدا، يعني في تركيز تقريبا 500 ملي جرام اتسليتر او اكتر. فنيات حصري على قناة موسليم، حساسية الشريط بيقيس اللي اعلى من 30 ملي جرام اتسليتر، وده كويس عشان ما يقيس النسب الطبيعية. الشريط حساس خاصة للالبيومين اكتر من البروتينات الاخرى. عارفين ليه حساس اكتر للالبيومين؟ لان الالبيومين بيحتوي على معظم المجموعات الامينية اللي ممكن تشارك في التفاعل بتاع الشريط. وللعلم الشريط اقل حساسية للبروتينات من النوع الهيموجلوبين والجلوبيولين، ومنعدم الحساسية تماما للبروتينات من النوع البيلس جونز. لو الشريط ايجابي باي شكل كان ممكن تتأكد بالطرق التأكيدية الاخرى اللي هنقولها الحلقة اللي جاية. تعالوا نيجي لفقرة الروابط، عايزك تربط بنود التقرير ببعضها، عايزك تربط ما بين البروتين وما بين الرغوة في الفحص الظاهري، ده إيجابي غالبا في رغوة، عايزك تربط ما بين البروتين وما بين البي اتش، بروتين إيجابي وبي اتش قلوي جدا، غالبا ده فولس بوزيتيف بسبب القلوية. عايزك تربط ما بين البروتين وما بين الصديد وخلايا الدم الحمراء تحت الميكروسكوب، ده ايجابي ودول اوفر 100 تحت الميكروسكوب، ممكن ياتوا بروتين ايجابي لان بيتحرر منهم جزيئات بروتين. عايزك تربط ما بين البروتين وما بين الاسطوانات الكاستس تحت الميكروسكوب، بعض الاسطوانات اللي بتنزل في تعب الكلى ممكن يصاحبها بروتين ايجابي. عايزك تربط ما بين البروتين في البول والبروتين في الدم، ولا اقول لك ما تربطش، لان لو ده طبيعي في الدم ومفيش في البول فتمام كده نورمال، طيب ده قليل في الدم ومفيش في البول عادي، دور في اسباب انخفاضه في الدم. طيب قليل في الدم ونازل في البول، ايجابي في البول، ممكن هنا اصابة كلوية وبتسقط ونفقد بروتين في البول، لذلك بقول لك ما تربطش بينهم. نيجي لفقرة النتائج الكاذبة، False Results. دي أسباب الإجابة الكاذب للشريط، خد بالك منها، ودي أسباب السلب الكاذب للشريط، خد بالك منها. بس خلاص يا صديقي، استناني الحلقة اللي جاية هنتكلم عن الطرق التأكيدية وإزاي نشتغلها بالظبط في المعمل.